السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. اليوم موضوعنا عن استفسار جاني: ما هي علاقة الالتهابات اللثوية بتركيبات الأسنان، سواء تركيبة السن أو تركيبة زرعة السن؟ طيب، حنقسم الموضوع إلى ثلاثة أقسام: علاقة الطبيب، علاقة المريض، وعلاقة معمل الأسنان اللي بيصنع أو بيعمل التركيبة. أول شيء، ممكن تكون الالتهابات نتجت عن طريقة عمل تركيبة غير جيدة. كيف يعني تركيبة غير جيدة؟ يا إما تكون التركيبة مرة قريبة من العظم، وإذا كانت قريبة من العظم بيكون في تفاعل أو رياكشن للجسم إنه يرفض أي شيء قريب منه، فتسبب التهابات وتورمات لثوية وجيوب لثوية ورائحة كريهة. حتى والمريض استخدم الخيط بتضلها تطلع رائحة كريهة ونزف وقت تفريش الأسنان. السبب الثاني من جعل التركيبة سيئة، واللي هي حتكون مسؤولية الطبيب 100%، إنه تكون الفتحات حقة التركيبة بعيدة عن السن، يعني يكون في فراغ بين التركيبة وبين السن. هذه تؤدي إلى تراكمات الطعام، بقايا الطعام، تراكمات البكتيريا ورائحة والتهاب، وبعض الأحيان بتسبب صديد يخرج من تحت التركيبة. فهذه تكون مسؤولية الطبيب 100%. طيب، السبب الثاني اللي نعزو إليه علاقة الالتهابات بالتركيبات اللي هي مسؤولية المريض. طبعا زي ما قلت، مهما كانت التركيبة جيدة، إذا المريض ما اهتم وسوى تفريش وخيط سني أو خيط مائي واهتم وسوى مراجعة عند الطبيب، ممكن تفشل، لأنه أي التهاب بسيط إذا ما تداركناه من البداية رح يكبر ورح يتطور ويؤدي إلى جيوب لثوية ويؤدي إلى فقدان العظم ويؤدي إلى خلخلة السن، وبالآخر يفقد المريض السن أو الزرعة مع التركيبة حتى. السبب الثالث من وجود التهابات حول تركيبة الأسنان ممكن تكون راجعة لفني الأسنان، يعني الفني ما كان جيد أو المواد ما كانت جيدة وكانت خشنة وتسبب يعني التهابات أو تسبب irritation، يعني تسبب بعض الأحيان زي ما يقول تفاعل مع اللثة. ففي هذه الوقت، في هذه الحالة، قد يكون السبب هو الفني أو معمل الأسنان. طيب، هل ممكن تكون جميعها؟ نعم، ممكن تكون جميع هذه الأسباب تجتمع في مريض واحد، بمعنى الطبيب سيء، التركيبات سيئة، المريض ما يفرش، وفني الأسنان أو معمل الأسنان ما أعطى مواد جيدة. فالنتيجة تكون كارثية، ويكون الالتهاب أكثر، واحتمالية فقدان السن مع التركيبة أكبر بكثير. ولكن دائما نقول أهم شيء هو اختيار الطبيب الجيد، معرفة المواد اللي تتم تصنيعها، والمتابعة الدورية.